اوكي خلاص راح اضغط مربع. الله 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 لانش. ايوه تمام. انهي 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 مشان الشباب ياخذوا الباركات. انهي 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 انهي. شوفوا سبانثا. يلا يلا يلا. من 9 شهور حملت فيديو كنت قاعد اجرب فيه ماب من افضل مابات الكوستوم زومبي لبلاك اوب 3، ووعدتكم وقتها اني راح احمل فيديو احل فيه لغز الماب، بس للاسف ما كان معي ناس ادخل معاهم. بهالفيديو حلينا لغز الماب، ولغز الماب جدا خرافي والماب جدا رائع. فيلا اخليكم مع حل لغز ماب داس هيرنس او بالعربي القصر. قبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه هالفيديو برعايه ايسر بريديتور اللي تعتبر من اقوى الشركات بصناعه لابتوبات الجيمنج، وجيم بلاي الزومبي اللي راح تشوفوه بعد شوي مصور على لابتوب ايسر بريديتور هيليوس 300. لعبت بلاك اوبس عليه وبنفس الوقت قاعد اصور جيم بلاي، وهذا الشيء يحتاج قوه جدا قويه انك تلعب وتصور بنفس الوقت. راح اخليكم على الجيم بلاي لتشوفوا اداء اللابتوب، وراح احكي لكم تفاصيل اكثر عن اللابتوب بنهايه الفيديو. اوكي شباب، فحاليا خليني اعرفكم على الكرو الخرافي اللي معي. معنا احمد، اهلا، ومعنا عبد المحسن اللي كان معي بآخر فيديو ماب الأهرامات، يا هلا والله، ومعنا اليوتيوبر الصاعد خالد 316. لا 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 كذي انهار عاطفيا ترى، دير بالك. يا هلا والله، دير بالك. شو شباب، هلا هلا بالشباب، جاهزين لنفجر الماب؟ راح نجلد ام الماب، بس انطر انطر مالك. طبعا عندي الموضوع. طبعا هالماب ان شاء الله مفروض انه افضل ماب، ما ادري هو، انا صراحه يعني شفت الناس على النت قاعدين يقولوا انه هذا افضل ماب، وفي ناس عم يحكوا الماب الثاني يلي سويت عنه فيديو من شهر تقريبا، الماب اللي فيه الكلب الحديدي او شيء من الكلام. المهم انه هذا الماب وهالماب والماب ذاك الاثنين من افضل المابات، والاثنين لهم لغز. فهالمره ان شاء الله مع الشباب راح نحل لغز هالماب اللي هو داس هيرنس، والماب الثاني ان شاء الله فيديو صح. حد شاف معنا داس هيرنس؟ انا كل مابات اللي اسمها الماني عرفت معناها، مثلا كينو دير توتن معناها مسرح الموتى. ايه تاج هذا ما ادري، تاج دير ان توتن يوم الموتى. رسبا علي، لا بموت 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 بموت. ايوه ايوه حلو، انت بنفس الوقت انتبه انتبه في فوق. انا طحت، اخر واحد عايش، ارجوك اهرب 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 اهرب، اخر واحد عايش. لا شو ليش مرض يقع هي، يعني ضلك لف هذا فخ يلف فيهم لحديت ما يوقف السبون. كا وقف السبون، بس هذا الفخ شو بالضبط؟ ها اوكي حلو حلو، هذا حلو والله ما يذبحني هذا. هذا خليك لف لف بهالمنطقه، لف بهالمنطقه لانه الهرشاش بس هون. لا اوبا خالد واهق نفسه. فخ ثاني، شغل 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 شغل. بس هذا شغل، وين الفخ؟ ما ادري بس شغل. تحت في الارض. اقول لك، قاعد اقول لك في الارض. والله ما يصير. شو الفخ الغبي طيب؟ شو الفخ الغبي؟ ما يصير. شو الفخ؟ دمجني شوي. على طول يطيحك. والله اقول لك في الارض. في الارض. لا 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 تكفى، لا لا. تكفى الماب هذا مستحيل والله. اوكي يلا، ترى موضوع قلب شخصي جد صح والله. هلا والله، انا بروح اخذ القبعه. اول مفتاح قبعه، حيطلعوا لي حيطلعوا لي بالحلم والله. طلقات المسدس تروح على كل طلقات المسدس على المفاتيح. عرفت ان هتلر طالع لك في الحلم. هذه هتلر ومفتاح وسوبر ماريو، هيك حلم غريب مره ميكس. اوكي اسمع اللي انا شباب، انا هجمع باب الألفين. افتحوا انتوا الباب اليمين، انا هخلي فلوسي لباب الألفين. اوكي حطوا المفتاح الثاني. حلو خذينا الاثنين، يلا روح. في قطعه شيلد هون، فتحت الباب اللي هو ال 1250. قطعه شيلد ما خذيتها، خليني اروح اخذها. حد يفتح الباب. حلو، البطل لا تنسون اللي عند الباور. ها طقيت الباور. حلو
طيب خلوكم عند عند التليبورت عشان يلا شغل ال يلا واحد اثنين ثلاثة اوكي ايش في اوكي حلو روح ما اقدر في شيء ترى ما عندي ايمو كلش يا شباب ولا انا على الحظ اجى عدلت الليفر لا انا ما عدلت خلاص هذا حلو لا كويس انا انا عدلتها اه كويس ليش ما في ليفر ها ليفر تغير مكانه هذا هذا لقيته لقيته تمام 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 الفيوز لا تنسونه ها يب ان شاء الله ما ان شاء الله ما يحطنا نحن الاربعه كلنا في نفس الغرفه خلينا نوخر عن بعض خلينا نوخر عن بعض ما ادري تفرق ولا لا بس اوكي يلا تياض اوكي كل واحد على الزاويه اي اي انا الغرفه الحمراء كويس هذا هو خلصتوا كل المفاتيح الالتيميت اي المفروض خلصنا كل المفاتيح اي اي بس ما فتحنا الباب حق ال انا قاعد اروح يسار اوكي يلا كلهم تحت صح يلا جايك جايك عشان وين لا سمانثا اي هتلر اوكي اي قصصها اوكي يلا سمانثا هي يلا روح كيف والله صح انا ما معي الا فرد وفي صفر ايمو بس انا يعني والله زيك ما ادري من وين جايب التفاؤل بس انه في تفاؤل فيلا خلاص بالشرف عادي راح الو اهلا والله بالشرف شلون وصلت هناك شايف والله مبروك مو راضي ما يدمجني ايش في هو ما يدمج اساسا يا عم يشوف الشنب ماله السلام عليكم اخبارك ان شاء الله بخير بدري كيف خلص كل شيء صح خلصنا يلا what to do احنا ما ركبنا الفيوز ولا لا ما ركبنا لا فالحين بنرجع مره ثانيه اوكي انا راح اضل تحت على بين ما نعمل له ريست لا طلع هتلر مع السلامه خلاص الحين واحد يروح بالتليبورتر ما في طيب ايش 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 اول تحدي لسامانثا هي تروح تحدد يا ساعة يا الله أول ما ترسبن أول ما ترسبن المفروض ترسبن جنب هتلر تشوفها تمشي أنا عندي هتلر ما طلعت سمانثا لسه لا أقصد الحين أشبك التليبورتر يلا أي لا أنا أسألك عن سمانثا شفتها عن سمانثا وين راحت عند أي خطوة أي كوست إذا إذا الساعة تلقاها عند اللايبرري تصيح أضغط أضغط بمربع هنا بالشر هذه أيوة أخيرا أهلا سمانثا سام سام هين الساعة هلا والله هسه اللي سوى الماب تعبان عليه والله اهني يلا اول واحدة هذه ثاني واحدة دايننج هول ايه لازم تطلق اطلق عليها لا هس حلو هاي سويتها في مفتاح احد يطلق عليها ما معي اما ولا انا ولا انا اوكي ثواني ثواني بحاول بالقنبلة ثواني 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 انا يا الله ليه ليه ما شكله ما اتوقع ما تمشي بالهي اوكي في صندوقون اللي عنده 850 اكس باكس باكس حلو ما شاء الله لما فتحت الصندوق لا 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 ولا اطلق على المفتاح بسيط يعني لا 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 يا شباب ما عندي سلاح ما عندي ولا شيء يا شباب يا شباب ساحة ثلجية تعال ما عندي سلاح اوه خلص الاس جي اس جي من عطوفه يا شباب اس جي اس كم كم ما عندي 1700 ما عندي اذا تعال تعال الساحة تعال الساحة كبرك طحت ايوه يا رب ما يجي وراك 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 وراكم 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 هتلر رحم امك فك فكني تكفى شوف ان شاء الله هتلر يلحقني لاحق منه فينا زين يا اهلي هو ما يلحقني اوكي اوكي ترى يموتوا بالمسدسات العادية ترى هم يعني الهيلث مالهم حيل نازل بس الدمج مالهم حيل عالي هذا اخر واحد شكله
شكراً الحمد لله. الألتيمت كي ما أخذناه ولا؟ ألا أخذته أنا باقي. أخذت الألتيمت كي حلو. كم قطعة درع عندنا الحين؟ واحدة. أي قطعة أخذت؟ MG15. يلا جمع جمع فلوس. دبل وكم؟ I get paid double for my effort. هتشوت هتشوت. أوكي. طيب. أوكي يلا سكين سكين سكين. الساعة الثالثة. أوكي أنا. والله حظك قاعد يشتغل. هذا عكس الجيم اللي قبله على فكرة. كان حظنا تعبان هلا الحظ شغال. خلاص خلاص صار عندي صندوق باقي سبيد كولا. يلا. أيوه كويس. فعلت سبيد كولا. يا سلام. حلو خلاص. خلص. خليت الفيوز خلنا ناخذ الفيوز من البدايه. سمانثا عند تصيح عند هذا. لا نسى الفيوز ها بروح اخذ من البدايه. اصبر اصبر جاي وراك وراك انا استناني اوكي؟ روح روح. حلو. يلا فالك. يلا خذه. كان الفيوز. هلا والله. طيب ننزل ال خذنا الفيوز. لا ثلاث اماكن بس انا يعني ما راح تطلع من المكان هذا. اي ما يمسك زومبي. اخذته. انا بس ابي حد ياخذ هتلر مني يعني اذا اذا ممكن. ايه هتلر ما قاعد الحق قاعد يلحق هاد. طب احمد شو رايك انت تحرك الرموز وانا اشوفه اقول لك مشان انه صعب لحالي. اوكي حرك. اوكي حر لا اوكي لا خلاص ما لا تحرك حرك واحد ثاني. لا راه عندي هذا الاول لحاله. اوكي 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 اسمع هذا اسحب عليه حرك الاخير. ايوه لا اللي كنت عنده من شوي حركه اللي كنت عنده من شوي كمان بعد بعد حركه. والله انتبهت راح ترجعك. بس بس طيب الحين حرك اي واحد غير اللي كنت عنده من شوي. جاك جاك هتلر ايوه حلو كمان حلو حلو فاينلي. يلا سام سام طيب. سام اخذت الباقي. This is a sign. اوكي ما قد اخذته. خذ خذ ايوه حلو يا اخي خرافي مره كوز قزح زومبي دايت ام ال جي نسخه. طيب باقي الحين الراديوهات صح؟ ايه هذه هاي سمعان فحلو. انا معي ال معي المطرقة. طلع مو لازم بالترتيب صح؟ لا لا ما اظن ما اظن ما اظن المرة الماضية سوينا اول اربعة او خمسة بالترتيب بعدين. حلو يلا بس شوف خليني خليني للاحتياط المكان اللي بنسمع فيها بكاءها هي بتكون قريبة من الفيوز اللي طيب ثاني واحد قلنا فين اللي هو فوق الباور بس فوق الباور. اي انا كاتب فوق الباور لكن فين بضبط ما ادري بس انتم ما شاء الله منغمسين في اللغز. تو هتلور كان قاعد يلحقني الكافيتيريا الحين هتلوري اول مره كله تحت. يلا يلا خلنا 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 نروح انا وياك. تعال محسن يا هلا لا خلي خاه خلوني خلوني بجمع فلوس. حلو قاعد اسويها. حلو خلص الحين لو اجي هنا. حلو سويتها خلاص الحين لو اجي هنا بيقول لي غرفة سمانثا مرة ثانية. لا اذا اي اظن اي ايش الفائدة تتوقع لا لو رحت على غرفة سمانثا راح يعني تضل ثانيتين ثلاثة ويطلع الكهرباء ويرجعك يعني ما فينك تضل فيها اقل اكثر من 40 ثانية. الكابل قام يا اخي مو معقول خليها كذا. اي صدق يلا سويناها. ايوه حسب زومبي. خالد بيلحقك صح؟ بيت شوف دايم اطلق عليها حسب زومبي. خالد شوف وراك ترى وراك ليش؟ والله فكها. الحين وين الفيوز اللي يطلع لنا هون؟ اخذته؟ جوب له. اي خلاص غلطته. حلو حلو. ما شاء الله خلصوها كامله؟ يب. حطيتها هنا هنا. اوكي احمد خلك خلك انت عند هاي. عبيها ارواح.
مورس كود اظن عشان الخطوه الاخيره يعني الحين خلنا نعبي ايه الارواح المورس كود عشان ايه شباب ايه كل واحد عند اسد يعبي ارواح انا ما اقدر قاعد احاول احط واحد عند اسد ما اقدر اتوقع لازم حبه حبه اوكي اوكي اذا لازم حبه حبه خلينا كلنا ننزل تحت عند احمد العشق فين ازل بليب ايوه هذا الموضوع صعب علي صمم معي كيكر ولا هاي اسف على السرقة ماك سامر ترى تقدر تنقز هذه انتوا ليش تلفون لفة كاملة فرحان فيها ترى احنا دايسين بالتعبة انا والله بس كنت ابي اخذ سلاح واجيكم يلا جاي جاي ستنا ولا مرة فاير سيل هتلر هتلر ست لا ما تشتغل طب اصبر خلني اجرب لا يجيك راكب هتلر ست ترى ما راح اعطيك اكل انا اعرف كيف اجيبه حد حافظ النشيد الوطني الاسرائيلي امزح امزح اخرب عليك وطني خالد خالد وراي وراي ذبحهم اذا فينك ولد ما خلصت اروح للحين والله ما خلصنا الاولى الله وكيلك انا سمعت صوت انه ما ادري طلع صوت حسبته خلص لسه قاعده تاخذ ارواح خلصت اخيرا بس اوكي اوكي ثاني نحط اللي في الثلج ولا نخليها اللي عند الساحه في الساحه في الساحه وين البوكس 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 بالمكتبه فوق شيت للحين انا بروح اجيب شيل خلص كسر الشيل ما حد يبي ياخذ هتلر حد يبعد عني انا قاعد اعبي ارواح اوكي دبل تاب ولا ستامين اب دبل تاب دبل تاب اذا عندك رشاشات فعلا عندي رشاشات اي والله بغيت اعلق I can smell my own blood. Fear me. ألا والله. الله. كفو. تعالوا. أي خد. I can't be sure, but I sense the active ingredient. كتبون هذا أوكي. يب. كاه. جايني طبعا طبعا جايني يبي ياخذ الجيجر البرك الوحيد اللي عندي ما راح اخذ بركات انا خلاص ليش يحب برك اقول لك لا لازق فيني مو راضي يهدني ولين ولين لا 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 يا اخي هتلر ملعون اهله سحب بيرك وكان بيذبحني المشكله ما تفرق بينه وبين الزومبي تطلق عليه طلقه خلاص تنكب افشك شباب انا سحبت هتلر روحوا عملوا لي ريفايف سحبته لغرفة البداية طيب حد يعمل ريفايف لخالد انا بسوي ريفايف انا وضع صعب والله ولا كأنك شفت خالد اوكي ليه ما استغليت الفاير سيل انا كويس مستك يا الخلاص اوكي هتلر فك عني هتلر سحب مني بركين الله وكيلك انا سحب مني يعني ما ادري قيمه 20,000 بركات ايوه هذا هو جا 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 انا تاج رصاص سويته اوكي الان عندي هذا اوكي او واحد طويل اربع قصير اوكي بحط تمام بحطه انا او خلاص حط انت
طيب فين الثالث اي الثالث تمنب؟ شت دقيقة عيد. يلا اطلق على الثمنب. عندكم زومبي شباب ولا؟ انا عندي هتلر. ايه سويته اوكي سوي الارور انا بسوي اللي بعده. يلا اعطيني اعطيني ال ايه ثلاثة قصير واثنين طوال. ها الحين استمن اب. حلو. لا انت اللي سويتها تبع الاستمن اب صح؟ اقصد الويدز واين. الحين ويدز واين ايوه نفس الشيء ثلاثة قصير اثنين طويل. اوكي انا احتاج صندوق. نايس حلو خلصناها. لو تشوف تحت اضغط خلصت منها من الريسترايك ولا الحين؟ والله اجقر خلصنا كفو والله. I can't be sure but I think the arc. لو تشوفوا تحت اضغطوا شو اسمه هذه الفاد حقت اليد. شوفوا سامانثاز جيم سامانثاز جيمز اي هاي فواحده منهم منها. خلصناها كلها. اي خلصناها كلها الحين بس هم بس باقي الارواح الفيوز عندنا وبس اثنين باقي. اي والفيوز الرابع نجيبه من التلبورتر. صندوق فينه؟ طلع صندوق. اسمع خلنا بالتفاهم فتحة بفتحة اي شي يطلع لك تاخده. بمشي بمشي شوف صندوق. تكف 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 ديم ما ديم ما ديم اصبر. انا غبي انا غبي انا طماع انا يعني تعرفوا ايش؟ اثنين ميتين. انتبهوا 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 اسحبوا علينا ما عندنا اسلحه قويه عادي لو شوي والله صعب صعب الوضع. يا وحش يا وحش يا وحش يلا 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 بليز 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 كفو الوحش والله وحش قطير. اوه خلصت المكي عندي عندي مكي رميته انا لا مو تطوير مو تطوير. اوكي الفيوز يلا جبت جبت الفيوز حطيته بسرعه 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 بسرعه. ما اقدر اشيل المكي صح؟ شر هو ايش شغل 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 يلا يلا انا قاعد راح اطلع على اصدقائي الاغنياء هم قاعدين يطوروا وانا قاعد كل واحد يطور سلاحه. لحظه انا حطيت الساحي على الساحك consequences will never be the same. بشار شوف السلاح المطور شلون حلو. الفقير الى شيء ثاني ما 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 عادي عادي شوف يا رب يا رب ما ما اوكي شوف لا ما ما انا ما ماني شايف شيء ماني شايف شيء. اسمع الصوت اسمع الصوت. لا ما شلت السماعه هو حطني بروحي. ايوه واضح الذل هي عرفت الحين هتلر بيرسبن علي الحركات هذه. الحين بجينا جيش يا رجل عشان اعيش. ايوه ماريو ماكس اوكي شنو هذا؟ يا حرامي انت من اول. لا 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 عشر عشر شباب بنطيح ترى بنطيح بنطيح. انا بوخر عنكم عشان اذا متوا اكون عايش. بعده 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 اهربوا 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 شباب. انا هتلر حاشني بالزاويه. اهربوا بعده بعده انا راح اموت انا راح اموت. هتلر ماسكني بالزاويه بس معليش. اصبر اصبر برمي برمي مانكي. اوه طلع 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 الحشره. حلو ثالث مره جقر بدون طيحه من هتلر. طيب فينا حد ياخذ الزومبيين وهتلر وحد ينزل معاي نسوي الخطوه الاخيره. يلا هم بس ما بشر دم النار عندي. اوكي انا نازل. حد يجي حد ينزل معي شباب وواحد يمسك هتلر والزومبيين. اللي ينزل معي يكون معاه بس موبايله.
ما نواخذ باك ثاني. هتلر يلحقك يا بشار. أصلا حطيت الأربع فيوزات. حطيتين؟ يب. الحين خلنا نجرب. جهز جوالك تصور أو أي شيء. لا عندنا هتلر ما اتفقنا كذا. نعم ليه؟ أوكي تفعلت. أوكي. عصفور. واحد اثنين. عصفور مرتين هنا. أسد على اليمين. عصفور. الزومبي ينفجر. أوكي. لا. الران بدأ. عصفور. الران بدأ. عصفور. أسد. عصفور. لو شفت وضع حشرة راح أهرب. أوكي أنا معاكم هنا بحاول. هنا. هنا. عندك مانكي صح؟ هنا. هنا. نسيت والله. ما عليكم أنا ما. صور. صور. إيه صورت صورت دقيقة. قل لي قل لي سريع. واحد يحمينا عشان نشوف. أربعة. أربعة. اثنين. ثلاث. واحد. جهز الكاميرا. أربعة. جهز الكاميرا يلا أحط. واحد اثنين ثلاثة. يلا دقيقة. اثنين. مجهز الكاميرا؟ ايه مجهز. غلط. ايه مو أربعة بس؟ لا غلط. لا لا مو غلط مو غلط مو غلط. يلا أعطيني اللي بعدها. اثنين. بالضبط. أربعة. أربعة. الحين ضيعت أنا. أربعة. جهز الكاميرا أحمد. أوكي. يلا. أربعة. ابدأ التصوير من الحين. إيه. واحد. ثلاث. أتوقع آخر مرة. يب خلصنا بس ايه اوكي الحين نضغط مربع هنا اصبر اجيب هتلر اول لا 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 نفس المكان اللي حطيت فيه الفيوزات طلعوا طلعوا المنظر ايه ايه شوف الان نفس المكان تحط فيه الفيوزات لينك لينك نت اكتف لازم تفعل التليبورتر فينك تفعل التليبورتر محسون انت ونازل يلا ما قلت التليبورتر شوف شوف اللي جنب الميول كيك الفيوزات الظاهر لازم تقدر تضغط على بريس اند هولد تو لانش سيك بس لازم نحط هتلر بالنص ولا لا ما ادري انا هتلر هو لحاله يجي لاكثر انا نازل اوكي خلاص راح اضغط مربع الله 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 انتبه بشار خليك عند راح تضغط مربع مره ثانيه هضغط اجين مربع اقعد شنو هذا بعد 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 الزومبي بالله بعد الزومبي طب اسمع امسك امسك الزومبي وانا بروح بطخ هتلر اذا تبي لا لا هو الظاهر لحاله حيدخل ولا اي هو انا اقول اصعد فيهم فوق الزومبي صدقني حلو ليك ليك دخل 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 جاء هتلر تعال تعال يا وحش اسمع خليك خليك عند الزر عشان راح تضغط مره ثانيه اوكي خليك عند اي لانش ايوه تمام انهي 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 مشان الشباب ياخذوا الباركات انهي 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 بسرعة انهي انهي اذبح الزومبي حلو حلو جاكم اوه اي جاني نايس اربع بركات اخيرا طب اخيرا وين ذي في سمانثا الحين خلنا 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 نروح نطور البلندر جات ايوه سمانثا لسه باقي لازم نروح التليبورت اي لازم نلحق سمانثا فاير سيل ايه صح لازم اوكي لازم اضغط مربع عن سمانثا اضغط مربع عن سمانثا حلو وراها وراها على التليفون يلا 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 المشكلة ما عندي رصاص فما عندي البلندر جات بس ايه قوي قوي على فكرة البلندر جات مو نفس العادي قوي اوكي رن رن اوه على التليفون على التليفون سريع على التليفون بسرعة 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 ترى قلبوا 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 كلهم من ذولاك الناريين لا تكفى اوه شوفوا سمانثا اوه يلا 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 هاي هاي بس يلا جسم يلا لازم نستنى روحها
شباب 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 طخوا طخوا من بعيد لبعيد، اذا لقيت اي واحد بعيد طخوا عليه. انا ما معي جقر ترى، طلع لي اربع بركات غير الجقر. اوكي انا حاب اطلع قيرص من يمين قيرص. شباب 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 شيت. لا 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 اطلع 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 لا 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 اهرب 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 يا وحش اهرب يا وحش، انت تستطيع. اجل 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 سمانثا تعال 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 تليبوتر، تعال اضغط مربع. ما اشوف شيء ما اشوف شيء. ادخل ادخل بالتليبوتر واضغط مربع بس. قاعد اضغط قيرص. لا خلاص 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 خلينا يسولكم ريفايف. خلاص على فكرة لو ضغطنا مربع كان هيطلع لنا نفس الصورة الحين اللي هي جيم اوفر، فخلاص يعني. انا قاعد اضغط مربع قاعد اضغط مربع بس قاعد يقومكم. تكفى تكفى سبحان الله. ترى هيعطينا جيم اوفر لو حلينا، فيعني خلاص يعني جي جي بس خلاص خلاص. مبروك مبروك اللبس مبروك اللبس. اوكي شباب يعطيكم العافية الا شباب اللي معي، الشباب قاعدين تتابعوا مدة الفيديو ما ادري راح اقص الفيديو، الفيديو ساعتين يمكن يكون 40 دقيقة 50 دقيقة. فشكرا لكل تابع الفيديو. حسابات شباب كلها راح تلاقوها موجودة بالوصف، وقناة خالد، قناة خالد مختصة بالزومبي كمان راح تلاقوها موجودة بالوصف. اتمنى تروحوا وتورجوهم الدعم الجميل. وقلت لكم بداية الفيديو انه بالنهاية راح اتكلم عن تفاصيل اللابتوب اللي لعبت عليه الماب وصورت منه. اللابتوب هو Predator Helios 300 من Acer. مواصفات اللابتوب على السريع: CPU i7-9750 16 جيجا بايت رام، كرت الشاشة او الجي بي يو هو Nvidia GTX 1660 Ti اللي يعتبر جدا قوي. شاشة اللابتوب تدعم 144 هرتز ديسبلاي و 3 ملي سكند ريسبون تايم، فالالعاب الشوتر اللي بدها سرعة ما راح تحس بتأخير ابدا. فيه هارد ديسك عادي وهارد ديسك اس اس دي سريع بسعة 256 جيجا بايت. اللابتوب من عند منطقة الكيبورد والماوس والشاشة ومن ورا كله مصنوع من الالمنيوم مو من البلاستيك. الشيء الوحيد المصنوع من البلاستيك هو القاعدة السفلية. ومداخل ومخارج اللابتوب هي الطبيعية اللي تجي مع اي لابتوب حاليا: 3 USB 3.1 USB C HDMI كيبل الانترنت وفتحة للسماعة واشياء اكتر. والشيء اللي يميز هاللابتوب عن غيره انه فيه شيء اسمه البريديتور سنس اللي يخليك تتحكم بكل شيء بدك اياه على اللابتوب على راحتك. ابلكيشن البريديتور سنس بيخليك تراقب النظام، تشوف اذا في شيء قاعد يحمى او لا، بيخليك تتحكم بالاوفر كلوك وتتحكم باضوية الار جي بي باللابتوب على راحتك. واخر شيء اللابتوب فيه زر او ضغطة التوربو مود، هاي لو بدك تلعب لعبة قوية اضغطها اللابتوب راح يشغل مراوح باقوى شيء بشكل انه اللابتوب يضل بارد ما يحمى وانت قاعد تلعب، وبالتالي ما تواجه اي لاج. اللابتوب موجود بكل دول الخليج، بالامارات موجود بمحلات جنبو لينك الشراء بالوصف، بالكويت بمحلات اكس سايت اللينك موجود بالوصف، وبالسعودية بمكتبة جرير اللينك كمان موجود بالوصف. وبس اتمنى يكون عجبكم الفيديو، اتمنى لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك وشاركونا بالتعليقات ارائكم. وبس كان معكم شركيات شركة كيشكم ديهاد تاني ان شاء الله. مع السلامة.